السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع الساعة هو الرد على واحد السيد اللي كان طرح واحد السؤال وبغى يتحداني آية قرآنية اللي كتقول بأن الملك لله يؤتيه من يشاء وينزع من يشاء وكذلك، وشرحناها ليه وقلنا ديك الآية ما عندها حتى علاقة مع الملك، حيت هو تيقول بلي ديك العلاقة ديك الآية كتقول بلي الملك رب من عند الله سبحانه، وأنايا مشيت ضد الملك ضد الله والله غيعاقبني، وشرحناها ليه. كيطلع عاوتاني وكيطلع وكيطرح شي أسئلة واحدة أخرى، والاسم ديالو هو باش يعرف راسو ويعرفوه المتتبعين، إدريس العلوي المريني. هذا اسم مركب، ما عمري بانت لي أنا المريني مع العلوي، هذه ما كاينه شيء والاسم ماشي ديالو. ثانيا في الخطاب ديالو كيتكلم كأنه هو ماشي مغربي وغير تيتكلم، هو إنسان أجنبي كيلعبها بحال دوك العلويين ديال العراق ولا نتاع سوريا. كيف ما كان الحال غادي نجاوب عليه، لأن السيدة اللي طرحها راه موضوع يفهمها الإخوان. هنايا كاين واحد المتتبع كذلك طرح واحد السؤال ديال تيقول لي علي، واش أمريكا ديمقراطية وعلاش البوليسي قتل هذاك الأفرو أمريكان الإفريقي الأسود؟ نعم يا أخي، الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة عظمى اقتصاديا ماليا سياسيا تجاريا، كتصنع الأسلحة ديالها وأرض فلاحية وأرض سياحية وعندها كل شيء، كدير المونوبول على كل شيء. هذه دولة عظمى، وعلاش هي دولة عظمى؟ حيت عندها ديمقراطية. راه ما يمكنش واحد الدولة تكون عظمى وتوصل الرقي وتخرج المجال الطبيعي ديالها وتهيمن على العالم اذا ما كانش شيء ديمقراطيه. راه العالم، راه انت كشخص اذا بغيتي تمشي بعيد خص في الوقت البلاصه اللي انت واقف فيها، هاد البلاصه اللي واقف فيها تكون متوازن وفاهم مع راسك اش بغيتي، بينك وبين راسك، بين العقل ديالك والذات ديالك، وكتاخذ القرار وتشوف فين بغيتي. هما عارفين اش بغاو وعندهم مؤسسات. الديمقراطية وهي كاين مؤسسات، وديك المؤسسات منفصلة وكاين مؤسسات مراقباها، كاين الرجال تيراقبوا. وهنايا راه ما يمكنش شي واحد يكون قاضي إذا ما كان شي قاضي ديال بصح. أنا راه محامي، راه ماشي 3 سنين تاع القانون ولا واحد الماستر مدرعة، فهمتيني؟ إذا راه فيها راه دكتورة، باسكو دكتورة في القانون. إذا هنايا الناس ما كتلعب شي، وراه راه ديمقراطية وكاين مؤسسات وكاين الدستور كيتحترم وكيتطبق، والروح نتاع الانسان الامريكي راه ما كتلعبش معاه المؤسسات. راه الانسان الامريكي لو قالت ليه شي حاجه في اي مكان راه غادي يجيبوه فهمتيني. اذا ورغم انها ديمقراطيه، وفي اي ديمقراطيه في العالم، هادشي ما تيعنيش بلي الانسان ما يقدرش يموت وما يقدرش يتظلم، فهمتيني؟ انما معنى الديمقراطيه في الوقت اللي كيمشي لحقك كتمشي للمؤسسة اللي غتردو ليك اللي هي القضاء، وداك القضاء تيردو ليك. ملي توقفك البوليسي في الميريكان وتطرح لك سؤال، ممكن ما عندوش الحق يدير لك لمانوت، حتى كيجبد ورقة من جيبو، هي الجملة راها سهلة، وتيقول لك وقفتك نظرا لكذا وكذا، فهمتيني؟ هو كيبدا كيقراها، حيت كيقول لك خصك تقراها باش ما يغلطش شاي، فهمتيني؟ باش ما يغلطش شاي. ولا ما قراها شاي، واخا تكون كدير غلط، كيطلقك الكابيتان ديالو، كيطلقك فهمتيني، حيت المسطره القانونيه ما طبقاتش شي، فهمتيني؟ سا دوفيان كادوك. اذا ملي كتمشي للكوميساريه تيقول لك، هما تيقول لك ما تهدرش من الان، ما تهدرش، واي حاجه قلتيها غتطبق ضدك. ومع انت القانون المشرع تيقول لك لا احد يعذر بجهل القانون، وبحكم انت ما قاريش القانون ما فهموش شي، اذا خصك تلتزم الصمت. ومني كتسكت وقت في الكوميسارية تقول لك واش عندك محامي؟ انا عندي محامية ديالي، فهمتيني؟ كاين اللي ما عندوش محامي وما عندوش فلوس باش يدير محامي، تقول لهم انتوما جيبوا لي محامي. كيجي محامي وكيتطوع كيعرف لا بروسيدور، حيت هما عندهم معلقة في الطابلو، كاين المحاميين، وتيقول لك عزل واحد فيهم، انت كتعزل واحد، هما كيعيطوا ليه، كيجي كيدخل معاك واحد القاعة وكيقول لك اش وقع،
وكتعاود ليه، وخصك تكون انت براسك وتعرف تعاود ليه مزيان، حيت اي حاجه ما قلتهاش مزيان للمحامي، المحامي ما يمكنش يدير واحد الميل، انت كتغلط المحامي ديالك، اذا المحامي ديالك كدافع عليك، وما كتمشي للمحكمه كيهضروا معاك بواحد الطريقه وباحترام، انك انت مواطن، واخا ما تكون شي مواطن، شتي لكتي هنايا جاي من شي بلاد وما عندكش الوراق، كتمشي للمحكمه ما كيتعاملوش معاك كانك انت انسان غريب، انت كانسان فوق واحد الارض وكتطبق عليك المسطره القانونيه، راه ما كاينش قانون المغاربه وقانون الاجانب، فهمتي؟ اذا هذه راها ديمقراطيه، وما معنى الديمقراطيه هي كاين مؤسسات وكاين الشعب تيختاروا الناس كيحتموهم، هنايا راه ما يمكنش شي واحد بحال اخ النوش يولي رئيس حكومه، راه ما يمكنش شي واحد بحال وهبي يطلع يكون حكومه، راه ما يمكنش شتي ديك الهضره اللي قال وهبي راه ما يقولهاش هنا في البرلمان، وما عندوش الجرأه كاع باش ينجح هنايا، ديك لا ليسونس الصغيره نتاعو مدرحه راه ما واكلاش هنايا، فهمتيني؟ راه هنا الناس كيطيروا في القانون، فهمتيني؟ وكيشوقوا الطاكسي خص باش نجيك من الاخر، اذا انا جاوبتك هذه راها ديمقراطيه، والحجه الدامغه بانها ديمقراطيه وهو انايا متواجد هنايا، اوف انا كنعيش هنا وكنعيش بلاصه اخرين، ولكن هنايا هو المقر ديالي حيت هذه ديمقراطيه. الان غادي نردوا على السي ادريس العلاوي المريني اللي كيلعب بانه يحب المغرب وهو مش مغربي، وكيطرح واحد البلعه ديال الاسئله. السؤال الاول اش يقول لي؟ تيقول انتم البربر، دابا شوف شوف السؤال، قال لك انتم البربر لكم عقده مع الملكيه في المغرب. لا السي ادريس، انا بربري ومازيغي وقربوج وشلح وقروفي، وما عنديش عقده مع الملكيه، حيت حنا في التاريخ ديالنا ومنذ القدم وقبل من عيسى عليه السلام تيني بخمسه سته ديال القرون كانوا عندنا الامبراطوريات، شي حاجه اكثر واقوى واعظم من الملكيه، وكان عندنا الملوك ديالنا والعمالقه اللي حكموا بلاد الامازيغ، كانت عندنا ما سي نساء، وكان عندنا يوغرتن ماشي يوغرتن، يوغرتن هي كلمه بربريه بمعنى بلو غون كو، اكبر منهم بمعنى جاهن، فهمتيني؟ وكاين كاين الكاهنه الداهنه، انتم كتسموها الكاهنه الداهنه، حيت العرب ملي جاو هما كانوا يقتلون البنات، يأيدون البنات، البنت كتزاد وتيدحوها، ان انتم العرب المراه اللون ديالها الشعر ديالها الصوت ديالها عندكم عوره، وهي اصل البلاء في الذريه وفي البلاد والعباد، كتزاد وكتلاح حتى نزلت عليكم الايه القرانيه، والقران الكريم كيشهد عليكم، وهذه الحجه الدامغه، الكتاب نتاع الله سبحانه، الله سبحانه اش كتب قال لكم؟ واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، اذا الموءوده هي ديك اللي كتدفن في الحيه، ومنتو انتم كتدفنوا في العادات والتقاليد ديالكم في الجزيره العربيه، العرب خرب والعرب جرب، ايه وجيتوا عندنا ولقيتوا امراه تحكمهم، شوفوا شحال نتاع السنين عاش قبل منكم الملك سليمان، ودار واحد المؤتمر مع الحاشيه ديالو مع الشعب ديالو، وكانوا في الحيوانات والدواب والطيور، دارها وتفقد الهدهد، الملك ديالكم كاع ما عارف الوزاره واش كاينين ولا ما كاينينش، مشى هذاك دا 8 المليار فرقها ما بين المانيا وتركيا وتونس، الملك ديالكم كاع ما تفقدوا، مشات 1700 مليار الملك ما هدرش عليها، ومشى ما تفقد والو الملك ديالكم سليمان، مالي لا أرى الهدهدة، ما شافش الهدهد، فينا هو إلا ما ويقف عليه الهدهد، وبحكم أنت خدام مع المخابرات بقدر يكون، حيت أنا راه كنعرف العالم ديال المخابرات، أول مخابراتي وأول جاسوس عرفته الإنسانية هي مع سيدنا سليمان، وهو الهدهد، مشى ويتجسس على بلقيس، سليمان كان في اورشليم اللي هي مدينة السلام اللي هي جيروزاليم،
في القدس ديالنا، والهدهد مشى وشافها وهي فين كاينه السيده بلقيس اللي هي لا غين دو شابا او ملكه السبع. لقد كان للسبع الحضاره السبائيه ذاك الوقت كان عندهم 70 سد، اكبرها سد مأرب. انتم عندكم 120 وما عندكم حتى القمح ما تاكلوا، وبنتو غتموتوا بالجوع. انتم الملكين اللي غتموتوا بالجوع. ايه وكانت عندها ديمقراطيه ملكه ديك الساعه في سبا، وجاب الخبر. اذا حنا راه ما عندناش مشكل، نتوما جيتو لقيتو امراه وقلتو كاهنه الدهينه، نتوما غير اللي زوين واللي ناجح في شي حاجه كتولي عندكم داكشي فيه السحور كاهنه الدهينه. هادي سيرو قولوه للملك ديالكم هاد الهضره هادي، هادي ما تقولهاش عندي انا. اذا السؤال الثاني كتقول لي اريد اسقاط الملكيه والتربع على العرش. زوينه هادي زوينه كتقرا ولدي في الدماغ ديالي. ها مالو نتربع على العرش ونقد عليه وجي معايا ونخلق مناصب شغل ونوحد البلاد والعباد ويكون جيش قوي وما نقلش في القشر ونكون مع العسكر ومع هادوك ومع هادوك ونشوف ها ونقرب البلاد ها يقد على الملك ديالكم ونجيب الدهب اللي خرجته ونحاكمكم ونحيد الممتلكات ديالكم ونعاودو نكتبو التاريخ ديالنا. عندي بزاف ديال الخدمه من تربع ان شاء الله على العرش، بزاف ديال الخدمه كتسناني. نكتب التاريخ ديالنا، نجبدو داك الوثائق نتاع سايس بيكو، ونجبدو القضيه نتاع سميتو اكس ليبان، وكيفاش سميتو على سميتو هذوك فاسيل فيهري، وكيفاش البلاد وكيفاش الاستقلال ما كان خصو يكون في 43 وما دار حتى 56 سي ونقد عليها واخا. وقلتي لي هنايا سقوط الملكيه يجعل المغرب يتشتت والخريطه تذهب لان التركيبه السكانيه مزيج من القبائل المختلطه ولغات متعدده وعادات مختلفه. هذا الاسلوب ديالي هذا وغير الفكره ديالو. ولا يمكن التوحيد الا بالملكيه. توحيد راهي وحدانيه الله، فهمتيني؟ يمكن نقول الله احد توحيد. راك تخلط شويه في العربيه، راه الثقافه ديالك ضعيفه بحال كاع الملكيين. شوف راه كتقول لغات متعدده، وقبائل مختلطه ويمكن لوحدها الا الملكيه. كتهضر من نيتك. الملكيه وحدتها جابت الصحراء. شحال من قبيله كاين، في الصحراء بزاف. ها جابتهم الملكيه ما جابتهمش هي، ها هما مشاو كتعطيهم الفلوس مليار كتمشي تما يوميا وكترشيهم وكل شيء وكترشيو العالم والافارقه وما وحدتوش البلاد. جبتو الجزر وحدتوهم، جبتو 7 مليار اش وحدتو؟ اش جبتو؟ اش درتو؟ والو. اش داروا العلويين؟ ما درتو والو. علاش كتبغيو تبيعوا لنا الوهم؟ بحال احنا ما قاريش تاريخ وجغرافيا. هنا كتعجبني وكتقول والملكيه الشريفه العريقه تعبت. زوينه هذه. الملكية الشريفة العريقة تعبت في شمل الشتات والسهر على التوحيد وتوحيد الزوايا والقبائل. الملكية شريفة زعما كاينة ما كيفاش شريفة؟ ما بغاش انا كيفاش فين بان الشرف عند هاد ها؟ وفين عريقة؟ كيفاش عريقة؟ وأجيتو البارح راه غير البارح كانوا السعديين حاكمين والمارينيين والمرابطين راه غير البارح شي 300 عام بالنسبه للتاريخ. ها سيريا ها واش كتعرف واش كتقول ولا لا؟ واش عرفتي معاهم كتهضر؟ ها راه عندنا المغرب هذا هو ويك اب. ايوا هنا قال لك هنا تيقول لي انت بعيد كل البعد عن هذه المواضيع وجل المغاربه ودار 93%.
لا يريدون، لا المهم شوف قلت لك انا باعد كل البعد، راه المغرب ديالي وداك الشعب ديالي، هذاك الملك راه في الملك ديالي، راه انا اللي كنخلص وراه خدام عندي، راه البلاطات راه ديالي كنخلصو. اش كتحاول لك؟ غير موظف، فراسك بلي موظف عندي، راه عندنا واحد الكونترا راه ما قدش عليها، اذا خصو يمشي بحالاتو. انا بعد كل البعد، هذه الحجة الدامغة بلي انا قريب وكل القرب، وانا آسن. اتونسيو، اتونسيو، وهنا تيقول عدم السماح لكل، وقال لك بعلمها 93% لا هي كتقول عدم السماح لكل اثيم سفاح، تيقول عدم السماح لكل اثيم سفاح بخدش مشاعرهم ومقدساتهم الكبرى. الله، الوطن، الملك. الله راه ماشي مقدس، والوطن ماشي مقدس، والملك ماشي مقدس. هذاك الله راه اللي دار حدا واحد الوطن، واحد السميه نتاع الملك، واحد الشخص، هذيك راه ماشي مقدس. هذه سيقول شي واحد اخر، وراه انا عارف شكون اللي كتب هذاك الله الوطن، راه هو بالغبريط اليهودي ولد وهران. اذا ضرب في راسك. وهنا تيقول لي عليك بالرجوع الى الصواب والاعتذار للوطن والملك والى كافه المغاربه. شتي المغاربه خصهم يقدموا لي الاعتذار، حيت تيشاركوا في الفساد. السكوت جريمه. كيف يعقل البلاد كتباع وكتمشي كتوزع وهما غادي كيتفرجوا في الكوره؟ هادي راه جريمه. هادي المغاربه عندي معاهم واحد النهار غادي تخلصوا، هادي راه جريمه غتخلصوا عليها. و تيقول لك الرجوع للصواب والاعتذار للوطن، راه خص الوطن يعتذر ليا حيت خصو يعطيني حقي في الذهب والفضه وفي الفوسفات. الوطن والاعتذار للملك، الملك راه خصو يقدم ليا الاعتذار حيت ماشي في المستوى، ما عمرو كان في المستوى يخرج ويلقي خطاب واحد يقول فيه ثلاثة الفكرات، واحد جوج ثلاثة. الملك راه خصو يقدم ليا الاعتذار، ما تنساش شي. إذا كيخلعك الملك حيت نتا ماشي راجل، ما عمرك غتكون راجل. اي واحد كيمشي مع الظالم والفاسق والفاجر كنغسلو عليه يدينا، ومن تولاهم فهو منهم. وهنايا تيقول لي واحد الحاجه زويونه، تيقول لي مشاهدي قناتك قليلون. الحمد لله، هذا اعتراف زوين. اولا انا عاد بديت، ثانيا وكم من فئه قليله. ها هذه قريتها في القران، زوينه. كان فئه قليله غلبت فئه كثيره. شوف هذوك اللي عندهم الناس كثار، مليون وجوج ثلاثه، حيت هذه هنا 10 سنين 15 عام، وهذوك تيقولوا التفاهات. فهمتيني؟ الشيء القليل والنادر له قيمه. راه ماشي من ولا يدخل عندي للقناه وكنمحيهم انايا، انا غير بلادي كنشوف الاسلوب الركيك، ما عندي انا كاين شي ناس ما يستحقوش يبقاو عندي، كنجري عليه. فهمتيني؟ انت خليتك انك نعطي بك درس للاخرين، كتعاوني في لابيداغوجي ديالي، فهمتيني؟ باش نقول نجيك من الاخر. قال لك قليلون لان المغاربه اذكياء. بالفعل المغاربه اذكياء، والذكاء ديالهم هو اللي داهم العبوديه والذل والهوان. انا المتتبعين ديالي مش اذكياء، عقلاء وموضوعيين. الله سبحانه في كتابه العزيز ما عمره هضر على الذكاء، كون كان الذكاء شي حاجه كون هضر عليه الله سبحانه في التنزيل الحكيم. الله ملي تيخاطب الناس شو يقول لهم؟ افلا يعقلون، العقل، افلا يتدبرون، افلا يبصرون، البصر. فهمتيني؟ اذا الذكاء ديالك، الذكاء تيكون عند المراه،
والذكاء هو اللي كان عند محمد السادس، كيجمع كيجمع، وكان إنسان عاقل، ما مخرجليش اليوم، وكان إنسان عاقل، ما غداش منه البلاد، راه البلاد ضاعت منه. وفي الأخرى كتقول خلق الفتنة، لا واحد الوقت كتقول كتقول فما لا كتقول تغيير، كتقول لي غير النظرة على البلاد والملك. هذا كيقول لي علي غير النظرة على البلاد والملك، راه مش أنا اللي غنغير النظرة على البلاد والملك، شتي تولي بنية تحتية وتكون انفصال تاع السلطات واستقلالية القضاء، والناس غاديين سميتو وما كاينش السيوفة، والناس زويدين وكاين العدالة وعطاء لكل ذي حق حقه، فهمتيني؟ والمغربي هو الأول. مي غتغير البلاد، النظرة ديالي غتغير، راه أكشن رياكشن من جهتي أنايا، راه هنا تفاعل، والملك هو اللي خصو يتغير. ولكن في هذه الفترة اللي وصلنا ليها نونو غوتو، ما يمكنش الملك مازال يتغير، الملك مشى ما يمكنش يتغير، فهمتيني؟ ما يمكنش مشى لواحد راه لا بيتيز، عندها واحد لا ليميت، هو مشى واحد شتي، لا رجع عوج، يرجع عوج. علاش؟ نقولها لك بالانجليزيه، الامريكان تيقولوها، تيقول لك جوز اراوند كامز اراوند، ما كتمشي عوج، الطريق اللي داتك مشيتي في لابيرانت، مشيتي في المتاهات، ما مشيتيش في المحجه البيضاء، ما كتقبط واحد الطريق واضحه باينه، ديك الطريق اللي كتدك تجيبك، انت مشيتي في المتاهات في لابيرانت تلفتي، نتيدي الى رجع عوج. اش ندير واحد يرجع عوج؟ اش ندير به؟ باش نعطيه الشرعيه؟ انا ما غنحليش الباب، داك الباب هو شدو عليه، وخصو يبقى مسدود داك الباب، وهذا فرق بيننا، وخصو يمشي بحالاتو. سي كوم سا. اذا كتقول لي نغير النظره ديال الملك، راه الملك راه كتهضر معايا انا، راه كنجسد وكنمثل 40 مليون تاع المغاربه، واش حنا 40 مليون نبدلوا النظره ديالنا على واحد الانسان؟ راه هو اللي خصو يبدل الاستراتيجي ديالو والرؤيه ديالو، وما يمكنش يبدلها في هذاك. هو كبر على الاعوجاج، ما شبع على الشيء شاب عليه، فهمتيني؟ على الانسان تيخرج الطريق وكيرجع، كاع كنخرجوا الطريق وكنرجعوا بالزربه، فهمتيني؟ هو مشى بعيد، هو تخاصم مع الشعب، ممكنش مازال يرجع. انا بحال داك الطائر اللي تخاصم مع الارض وطلع في السماء، وصحاب الوقت ما بغى يجي يرجع للارض، تيلعب بالعشرة، جات الرياح ويترس لي تيفرا وينز، سميتها بشي بالعربية، هذوك الأجنحة ديالو. وهادشي اللي وقع للملك، يرجع منين غيرجع؟ من الأحضان نتاع بنو هادوك، ما يمكنش. إذا واحد الوقت كتقول بلي أن سميتها هذه بس زوينة، هذه زوينة، قال لك فمن لا وطن له لا دين له ولا هوية له. زوينة هذه، فمن لا وطن له، شو قال لك أنا ما عنديش وطن، شو ما عنديش وطن، المغرب الوطن ديالي، انت راك تمشي انت والملك ديك تمشيو غير على الارض، الوطن ها هو معايا، راه جيتو باقي نتوما كاع ما فهمتوش المفهوم الفلسفي السياسي الانثروبولوجي نتاع الوطن، انتوما كتمشيو على واحد الارض، الوطن راه المغاربه الاحرار هازين معاهم الوطن، يعني حنا كنضربوا حنايا، شكون كيفرط في الوطن، واش هو ولا حنايا؟ ها واش عندك شي عقل ولا ما عندك شي؟ قالك فلا من لا وطن له ولا دين له. انت ما قاريش تاريخ، انت مخابراتي صغير كيكرون. اسمع نقولك على الهضره، في الصين الشعبيه دوله عملاقه عندها تاريخ، ماشي دابا راه جايين بغاو حقهم، عندهم دين؟ ما عندهمش دين، لكن عندهم وطن. ها هذه حجة زوينة هذه، ها بوم
ضربتك. المشكل مع الملكيين ما عندكمش ثقافة، ما عندكمش وعي، كدافعوا على الملك، قالك ولا هوية له. الهوية راه ماشي هي البلد، الهوية ديالي كبيرة، الهوية ديالي كبر منك وكبر من الملك وكبر من بزاف ديال المغاربة، وخاصة من الملكيين. أنا راه واعي للمغربي، من أصول مغربية، متجنس أمريكي، وأعيش في الديار الغربية برمتها، أتكلم لغات متعددة، وتقلبت وتشبعت في كثرة العلوم. تيني أتكلم باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، الروسية والصبرية نسيتهم. وإنسان مسلم، والإيمان ديالي قوي بيا أنايا، قوي. أنا كنآمن براسي أولا، جو بونس دونك جيكزيست، وعاد تنآمن بالله. هادي ماشي هوية، هادي كاين عند الملك. قول الملك ديالك يخرج ويعطيني لا ديفينيسيون تاع الهوية ومن يكون. ها قول لي، قولها. ها سوي دوريجين ماروكان دادوبسيون أمريكان دو كونفيسيون ميزيلمان بوليغلوت بوليفارون. هادو ما تعرفهم. إذا شوف شوف، أنا ما متدرحنيش، أنا كنعسهم. أوك. ودابا اللي عجبتيني وهي ان بغيتي تخلع المتتبعين ديالي، وقلتي انتوما كديروا الفتنه والامثال ديالك كيديروا الفتنه، وغديروا لنا بحال ليبيا وسوريا والعراق ولبنان. نبداك بلبنان. لبنان راه ماشي الشعب اللي دار الفتنه، راه التكالب ديال الدول الخارجيه هي اللي قسمت البلاد. وانت ما كتعرفش التاريخ نتاع لبنان، وحنا كنعرفو من يامات تيني، كنعرفو لبنان تاع بكري تيني، تاع صبرا وشاتيلا تيني، ولبنان تاع 15 عام تاع الحرب الاهليه اللي فرضتها عليهم الاجانب، والنتيجه راه قتلوا الوزير الاول اللي كيتسمى الحريري، وغير حتى مؤخرا الحريري واللي تو كان الوزير الاول مشى غير ضيافه عند السعوديه وقبطوه ثمانيه. راه الفتنه ما دارهاش الشعب، ولكن جات من برا. ثانيا وكيكونوا الخوانه لداخل. ثانيا في القضيه نتاع سوريا. سوريا في 1967 ملي كانت الحرب ديال الجولان، بات هذا من هاد الرئيس نتاع سوريا اللي هو حافظ الاسد، كان انذاك وزير ديال الدفاع، وكان وزير ديال الدفاع وغيبيع الجولان، يبيع الجولان بمليون 100 مليون ديال الدولار، وغيضحي بالعسكر، غيموتوا العسكر ثمانية. إذا من موراها بشي شويكيكا غادي يولي هو الرئيس، وغيموت وغيولي ولدو هو الرئيس، وكينا الفتنة في البلاد والحرب في البلاد. 12 و13 دولة كيتحاربوا على الأرض نتاع سوريا، وكيموتوا كيموت الشعب السوري، والرئيس ديما في القصر ديالو، عنده الماء، عنده الخدام، عنده الطوموبيلات مزيانين، ومراته زويونه بحكم كانت كتقرا في انجلترا، مشات لانجلترا، كتمشي كتمشي لندن وكتجي، ما كتربح حتى واحد الطياره ديالها. اذا راه ماشي السوريين، الشعب السوري اللي داروا الفتنه، فهمتيني؟ اذا ما تدلل الشاي، يمكن انت جاهل ما كتقراش التاريخ. دابا المشكل ديالكم حتى التاريخ المعاصر ما كتعرفوه شيء. والقضيه ديال نتاع العراق، العراق راه مشات بعيد، وكانت عندها بنية تحتية، فهمتي؟ صدام حسين يكون ديكتاتور يكون كيف ما كان، وكان طب كيتفوق على الطب في ألمانيا، وكانوا الناس المغاربة في الجيل ديالي ما تيقدروش ياخذوا البكالوريا في المغرب، كيمشيو كيدوزوها في العراق وفي سوريا، وكانوا كيدوزوها في مصر وفي الجزائر. إذا ما تبقاش تدلس، راكم نتوما غير أقزام. إذا هنايا راه ماشي الشعب العراقي، العراقي هو اللي خلق الفتنة، القضية جات من دول عظمى. إذا القضية نتاع ليبيا راه وقعت غير البارح، وراه هذا التاريخ المعاصر شافوه الدري صغير كيكرن، وشافوه واحد خينا جاي لابس قميجة بيضاء ومعرس صدرو وطاق شعرو وقاطع في ها، وكيتلاعب بالرياح نتاع
المحيط الأطلسي تاع البحر الأبيض المتوسط بالشعر ديالو، كيدير فيديو وتيقول له غوتوغا تسمى راسو فيلسوف. برنار أونري لوفي وقسم البلاد على جوج، قديرة فيها هذيك داخلها في القديم تاع سايس بيكو تاع 1916 اللي غتجي جايه للمغرب وبالمساعده ديال محمد السادس ويفرقكم على سته وما تنساها شيء. اذا راه ما عمر شي شعب خلق الفتنه، الفتنه كتجي راه ما كاينش ايه قرانيه وحده تيقول الله سبحانه باللي الفتنه خلقوها الشعوب. قال لك واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها وحق عليها القول ودمرناها تدميرا. وقال لك اكابر مجرميها، المجرمين، المجرمين هم الكفاره في القران فهمتيني، هم اللي كيديروها. وباش تعرفها في المغرب وهي كاين ناس جاوا من الشرق الاوسط وجاوا من اوروبا وبقيت تعطيهم 500 ديال الهكتار، 500 ديال الهكتار وجوج ديال المليار، ما كيخدموش حتى 100 ديال الناس. هذا هو الفساد والفسق وهذا هو اصل تاع الفتنه. واي حاجه بحال الفوسفات راه تبعت 48 ولا مع 52%، هذه هي اصل ديال الفتنه. القضيه ديال نسامير تبعت وداكم للمحكمه الدوليه، هذه هي الفتنه. وهالما ما كاينش في البلاد وهاد الدوبيات غادي يقطعوا عليكم باش ما كتزاد الحرب ليها. طب الملك ديالكم والحكام ديالكم ماشي رجال، ما قدو يجيبوا لكم حتى ما تاكلوا غير الكسره، غير الكسره ما جابوها شيء. ما عمرها في التاريخ نتاع الانسانيه واحد السيد عنده العبيد ديالو وباتوا بلا عشاء، ما كاينش في التاريخ نتاع العبوديه. وانا درت التاريخ نتاع لا كلاس اوفريير سي سي بي سي بي اف فرونسي من الثوره الفرنسيه حتى سميتو حتى شي 1981 82 ما عمر. ودرت التاريخ نتاع لا كلاس اوفريير نتاع العبيد لا ريفولت دو ليسكلاف فروما، دائما العبيد كياكلوا حيت كاين الخير كياكلوا الاسياد والعبيد كياكلوا. انتم الشعب المغربي باقي ما ارتقيتوش للمستوى نتاع السلايف نتاع العبد. ما قدوش يجيبوا لكم الخبز ما تاكلوه، وراه السوق قرب بقى فيه 29 يوم ونص وثلاثه السوايع وجوج ديال الدقيق. سير قول للملك ديالك يفيق ويهز التليفونات الحمر والخضر، الو جيب الكسره جيب الخبز جيب الشيشه. انتم الحلبه كتستوردوها، كلشي كتستوردوه، اش كتنتجوا في البلاد؟ حتى شي حاجه. اذا ما طلعش تقول لي الملكيه كدير وكتفعل، الملكيه في المغرب هي السبب ديال الفساد. وهنا غادي نرجع للمقوله ديال اللي تقالت في القران، وردت على لسان القران ولكن قالتها بلقيس ملكة سبع، قالت لك اذا هذا الشرط، اذا دخل الملوك قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. هذه قالتها، اذا دخل الملوك قرية افسدوها، كيديروا فيها الفساد والرشوة وهذا، وكيديروا الرجل مش ديال بصح في المكان ديال بصح باش كيقلبوا لك اللعبة تيني، جعلوا أعزة أهلها أهدلة. هذه قالتها القرآن كيجاوبها، الله كيتبع تيقول وهكذا هم فاعلون، بمعنى تيكون فيرمي ربي تيكون في سي لا كونفيرماسيون تيأكد بلي كيديروها. اللي كاين في المغرب راه الفساد، وذاك الفساد عم في البلاد في الجبال وفي سميتو وبقا تخلقو فهمتيني. إذا أنايا راني جاي تي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذا إخوتي أخواتي جاوبنا على هذا السيد هذا، ومن خلال الأجوبة راه كاين بزاف تاع لي ميساج قبطوهم وتلقفوهم. وشكرا إلى مرة أخرى إن شاء الله في موضوع آخر، وما تنساو شيء باش تشاركوا في القناة لكي تعم الفائدة. وانتم يا الملكيين والعياشة المشكل ديالكم راه ما عندكمش ثقافة وما عندكمش وعي وما كتوروش وجهكم وما كتهضروش بالاسماء ديالكم، وما يمكنش تهضروا نتوما ساحيين، خصكم تقرقبوا حيت كتناقضوا نتوما واحد الصك نتاع التناقضات تي دو كونتراديكسيون. المهم مع السلامه
وشكرا، وبقى في القناه رمار محيك شايف فهمتيني، باش نربيك شويه بشويه، باش نربيك راه حنا كتجيو عندنا وردكم رجال فهمتيني. هذه احنا اسمنا فيريتاس، زعما الحقيقه هي حقيقه مره ولكن راها حقيقه وراها مزيانه للابناء والاجيال الجايين. المهم تشاو.